يعني الاستمرار بنهج الرفيق المناضل الخالد حافظ الأسد والسير على طريقه الذي رسمه، ونتمثل بالأمل الواعد الدكتور بشار الأسد الذي سوف يتابع مسيرة نضال الخالد حافظ الأسد. الاستفتاء بالنسبة للسوريين يعني الولاء للقائد الراحل الخالد الرئيس حافظ الأسد، ومبايعتنا للدكتور بشار هي لربيب ونجل السيد الدكتور السيد رئيس الجمهورية الراحل حافظ الأسد. بعده يلا شوف بعده.